على طاري المتزولين في المساجد، يخبرني احد المشايخ قصه حصلت معه هو، يعني قصه فيها شيء من الطرافه. يقول بعد الصلاه قام واحد ووقف، بس ما هو بليغ، بليغ في التمثيل، بدا يصدر اصوات على انه ابكم. ايوه، ويطلع اصوات وانه ابكم واشر وكذا. بصراحه منظر يعني كان يقول ايش يعني ترحمه في استعطاف. والله ما شكيت فيه، يقول ولا واحد في المئة، أول مرة تمر عليه بالشكل هذا. يقول وراح وجلس عند الباب هناك، يقول ولا جالس في مصلى، قاعد أسبح وكذا. قام جاني المؤذن، يقول المؤذن عندي ولد يقول يعجبك من الشباب اللي أبطال. يقول قال لي يا شيخ ترى هذا كذاب والله إني أتكلم. قلت كيف؟ قال والله إني أتكلم ترى كذاب. قلت كيف عرفت؟ قال توه مر علينا في آخر حارة تحت وقال السلام عليكم هذا الكذاب. يقول السلام عليكم الحين حطوا سبكم. يقول انا والله زعلت، قلت هاي نادي لي ودخل في غرفه جوا المحراب في زي المكتب الصغيره، قلت ناديه واذا جاء سكر الباب وخلك جوا وخلك عند الباب. ايوه لما نخرجه. يقول رحنا ذا، قال تعال الشيخ ابغاك اشاره عاد. جاء يقول دخلت انا جوا جلست، ودخل الرجال كذا، ويوم دخل المؤذن هذا الولد الجيد ما شاء الله، يقول دخل وسك الباب، اصلا من سكت الباب التفت حس ان فيها كبسه، ان فيها كبسه. يقول قلت له تكلم علمني ايش عندك. قلت اقول لك تكلم انطق تراك كذاب وامرك مكشوف، والله اذا ما تكلمت لا ادق على مكافحه تسوي الان تجي تاخذك وادق على الشرطه الحين يا نصاب، لكن انت كلمت بسمع. قال يا شيخ سامحني. قلت يا شيخ انطقه الله الذي انطق كل شيء. قال يا شيخ سامحني. يقول والله انا معلمني المؤذن وداري انك كذاب، لكن يوم تكلم انفجعت. يوم نطق عارف اي يوم تكلم يقول والله ارتعت مطبق. وان قال سامحني يا شيخ. قلت ما تخاف الله تضحك على المسلمين. يقول سبحان والله اني ما ادري، يقول اخذنا الفلوس اللي معه ولا تركناه، لكن الشاهد انه يعني لا لا بهذا هم مبدعين ترى في التمثيل. عجيب مبدعين. انا ما انسى اثنين جو، واحد جاء وتكلم وكان صوته جهوري وفيه بلاغه مثقف وتكلم بدا يشحذ، قام واحد ثاني برضو مستغل هيئته ومستغل هيئته. يا اخوان مثل هذا الرجل يعطى ما شاء الله. هذا الرجل عزيز بارك الله، وهذه 500 ريال مني انا لهذا الرجل. ايه والله تحمست الناس كانوا يعطونه ومسرحيه وهو رفيته جايين مسوي. ولذلك انا اقول التمثيل الان واصل مراحل. شفتوا انتم بعض المقاطع اللي ما له يد فكوه طلع يده، اللي ما له رجل طلع رجله. وانا اقول في النهايه معنى هذا لا يمنع الخير في الناس، لا يمنع الخير في الناس. يعني أنت معلش خلينا نكون يعني أنت يعني 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 ناوي ريال للي ما تعرفه خمسة ريال ميب لا ريال ريال عشان بس أمام عند الله سبحانه وتعالى. ولا المتعفف ابذل ما تستطيع له